تمشيا وإقرار سنة 2023 سنة اقتصادية والتأكيد على ضرورة الدفع بعجلة التنمية ودعم قطاع الصناعة، تشهد المنطقة الصناعية بمنطقة الحرشاية وتيرة متسارعة لربطها بمختلف الشبكات من الماء الصالح للشرب والكهرباء، وكذا ربطها بطريق الوطني رقم 6. المنطقة الصناعية لولاية نعامة تتربع على مساحة 150 هكتار مجزأة إلى 151 حصة ديلو، وكل حصة عند المساحة نتاعها تتراوح بين 8000 إلى 1 هكتار. وحنا انتهينا من التهيئة نتاع المنطقة الصناعية بحيث تم ربطها بشبكة المياه الصالحة للشرب وكذلك شبكة الكهرباء وشبكة الطرقات وشبكة الصرف الصحي، يبقى فقط تزويد بالغاز الطبيعي، وكذلك لتسهيل الولوج إلى المنطقة الصناعية تقريبا نكاد ننتهي من عملية ربطها بالطريق الوطني رقم 6 وكذلك إنجاز محور دوران. المنطقة الصناعية بالحرشية مشروع واعد لدفع بعجلة التنمية بولاية عامة ومنطقة الجنوب الغربي، حيث تتربع على مساحة 150 هكتار موزعة على 151 حصة، بالإضافة إلى توفر الولاية على ثروات حيوانية ومنجمية واليد العاملة المؤهلة ومناخ يساعد على الاستثمار الصناعي. لاحظوا الأشغال الجارية، أشغال التهيئة. طبعا هذه المنطقة الصناعية كما قلت بلديتنا تفتقر إلى نسيج صناعي الذي يدعم خزينة البلدية وأيضا يمتص البطالة لا سيما لدى شباب البلدية. هذه المنطقة تتربع على 150 هكتار، هي مهيئة بنسبة كبيرة على مقربة من الانتهاء، مربوطة بكل الشبكات المختلفة وإن شاء الله يكونوا فيه مستثمرين. تندرج المنطقة الصناعية ضمن المكاسب التي حققتها الولاية والتي يعول عليها في إنعاش القطاع الصناعي وخلق مناصب شغل والقضاء على البطالة. يبقى كل هذا خطوة أولى في انتظار انطلاق مشاريع صناعية حقيقية بها.